是我在这。OK。انت شو اسمك؟ Your name. How old are you? No, three. You go school? مع مين بتروحي على السكول؟ مع بابا ولا مع ماما ولا مع 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 الباص؟ You like your teacher? She's good. You have a friend?الشيف يلا يلا شو بدك تعملي؟ شو حبيتي؟ راح اعمل ستروبيري ليمون. يلا تفضلي. اول راح نحط الفراوله. فراوله. هلا راح نحط الجريك يوغرت. صح.Put in some more, just to give it more flavor. Mm-hmm. Good flavor. Bad in. Hala, I can put in the cheese. خلاص خلاص. نسيت أقول لك معلقة. عادي أنا بدي more flavor. طيب ماشي أوكي. Good for you. يلا. كلوز. شو هي هاي؟ آه الكمح طبعاً كلهم.And milk. I need this, or else I will be bad. Yeah. هلا راح نحط honey بس شوي. Good. ما بدي مش بس شوي ديش. كيف بتحبي؟ I like honey. Even though. لمن لمن جوس يلا دري تبعتنا هالكيتة مين؟ ليانا. شو بدك تعملي ليانا اسمها؟ بدي اعمل almond joy. اوكي يلا تفضلي يلا حطي لنا يوغرت ايش هاي الثانية؟ سيرب. خلص دوب معلقة جود بعدين شو اسمه كمح؟ كمح اه كاكاو معلقة كاكاو بعدين شو اسمها في الانجليزي؟ شو بتعرفي؟ ما بتعرفيهوش؟ نسيت كمح وبالعربي يا ربي كمح بعدين هاني هاني مش هاني ايوه هاني ايوه جود بعدين اتس اوكي مش مشكله ما مش مشكله بعدين كوكونات كوكونات رشي شوي رشه طبعا ايوه بعدين اوكي توكي محرمه كمليهم انت عشان نكمل فانيلا بعدين حليب بعدين حليب حليب عادي صح يلا اعملي لهم ميكس 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 بعدين نحن نحطها في الثلاجة بعدين بكره راح اعمل ديكوريت اوكي يلا
السيد علوش، الشيف علوش بده يعمل شو علي؟ شو اسمها اللي بدك تعملها الهيلثي؟ باينابل. شو بدك تحط اول اشي؟ باينابل. احنا عصرنا، انا عصرته طبعا. اوكي لازم يكون معصور. انا راح احط جميع المكونات في صحة. يلا بعدين ايش بدك تحط؟ لبن. لبن. يوغرت. لبن. يا. هات. يا. جود. بعدين. يلا الغويصة كلهم. ميمش ميمش ماما بدي أمضك ماما. هاني. هاني. شوي حط جم ستوكينج انتو ات. اوكي ماما هاني. 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 ستوب. خلص ستوب يلا. ماشي يلا. بعدين. اتس اوكي معلش ماما معلش ماما بس مش حيصير اشي. كوكونات يلا حطي شوي صغيرة ماشي مش كتير يا لا 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 حط كمان 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 خلاص كديت مش كمان كل معلقة اها شيا سكتي مش مشكلة مش مشكلة انا حطيت لك يعني في معلقة حطني في ايدك حطهم حطهم طولهم فين اوكي يلا ايش كمان كمح وات از ات كمح قول كمح يا اي تو ماتش يا لا كثير حلو وبعدين ميلك ميلك شو بدك تعمل هالكيت حليب شو اسمه ستو لا الميلك شو اسمه حليب حليب يلا ميكس شاطر تجمع دي لازم تضل في الثلاجة طبعا كله اي نو يور دير بنحط ماما هدولا اللي دبيت اهلت البيت بدك تاكل منهم ماشي اوكي نرجع نحط كمان شوي على فوقها والى كاسة لبن الذوق اللي انتم بتحبوه طبعا معاها معلقة سيتس معلقة واحدة نص كاسة كمح نص كاسة حليب يا حليب يا حليب على جوز معاها زنجبيل وعسل شوية فانيلا وهذه معلقة كركم مع شوي من الكرفة أنا يعني أكللت هي بس هي معلقة كركم مع نص معلقة كرفة بس أنا لا يعني حبيت إنها أخفف المقدار هالكيت خلص بكدي يمه دوب ما خلصنا مهم الشهيد يلان امسك الصحن امسك الصحن ودريهن يما اوكي هيك احسن يما اسرع الله يسعدها من خلطة علوش يلا ايش بدك تحط؟ يا الفراولة يا شطور انت بتحب الاناناس؟ يا يا زيد عليهم اوكي شوف مسح في اواعيك
حطهم مرة واحدة، حطهم مرة واحدة يكبهم. أوه. يا أحسن لك. جود. كيف دور مين هالكيت؟ أنا. يعني شو بدك تحطي عليهم؟ All strawberries. We need strawberries. Go down, go down. Again. Oh my goodness. Okay. There we go. Now some raspberries. Good. Four. Okay. And some coconut. Coconut stuff. اوكي ليانا خذي. ليانا عملت واحدة ديفرنت لانها هي بتحبش بدلت هي واختها ايلان. يلا اشوف كل واحد بدك تبعته ويحكي لي شو طعمتها، اشوف في مين بده يجرب اول. انا يلا ليانا شو كيف طلعت؟ كيف طعمتها؟ شو فيها الطعم؟ like strawberry oat. وايش كمان؟ شو حاسه؟ Look at you, show me what you do. Don't give me Nutella. والله ضحكتني وهي تربي. Good. Nutella. Okay, يلا ترى. كيف؟ الكمح مع اللبن مع ايش؟ كيف طلعوا؟ علي شو طبعتك طلعت؟ تعال بدي اشوف كيف.